بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، ويوم جديد من ايام الاستوديو التحليلي. والنهارده هيكون ان شاء الله لقاء النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري، وهو لقاء مؤجل من الاسبوع ال 12 للدوري المصري العام الممتاز، في عوده جديده ان شاء الله للمارد الاحمر للمسابقات المحليه مره اخرى. يمكن من شهر تقريبا تحديدا كانت اخر مباريات كانت بين النادي الاهلي وبيراميدز يوم 8 مارس اللي فات، واللي انتهى بفوز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه عزز بها النادي الاهلي صدارته للدوري الممتاز. طبعا قبل ما نروح للماتش النهارده، اكيد كلنا تابعنا قرعه دوري ابطال افريقيا امس في مقر الاتحاد الافريقي الكاف، واللي اسفرت عن مواجهه ناريه للنادي الاهلي مع شقيقه الرجاء المغربي، ده في الدور ربع النهائي طبعا. والفائز، ونتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي، هيواجه الفائز من لقاء الترجي التونسي وفاق ستيف الجزائري. في المقابل هناك مواجهه اخرى بين الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، والكسبان منهم هيواجه الفائز من لقاء سان داونز الجنوب افريقي وبيترو اتليتيكو الانجولي. بالتاكيد مواجهه ناريه، مواجهه مش سهله. ولكن لما نيجي نتكلم على المواجهات، احنا نتكلم الاول ونقول ان اللي وصلوا دور الثمانيه بعيد بقى عن الفرق اللي لعبت كلها في الادوار التمهيديه ودور المجموعات، خلاص الفرق اللي هي على قدها طلعت. دلوقتي بنتكلم على الثمانيه كبار، الثمانيه الكبار. والاهلي دايما زي ما عودنا السنتين اللي فاتوا كان ضمن الثمانيه كبار، وكمان كسب البطوله السنتين الماضيين. هتقول لي النادي الاهلي السنه دي طلع في المركز الثاني، والسنه اللي فاتت كان في المركز الثاني، والسنه اللي قبلها كان في المركز الثاني. احيانا المضطر يركب الصعب. طبعا احنا ما بنحبش طول عمرنا المركز الثاني، المركز الثاني له ناسه، ولكن احيانا الاهداف بتاعتك لو اتحققت وانت في المركز الثاني يلا ماشي معلش هنرضى بالمركز الثاني، زي ما اتحققت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. لما تيجي تقول لي بقى على القرعه وتكلمني وتقول لي طب ده النادي الاهلي هيلعب الرجاء، طيب ماشي، هنبص على الفرق كلها. طالما وصلت لدور الثمانيه يبقى دول اقوى فرق في البطوله كلها اللي وصلوا دور الثمانيه. يعني انت معرض، انت طبعا يعني بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم على النادي الاهلي، انت معرض تلعب اي فرقه من الفرق ديت في دور الثمانيه، دور الاربعه او الدور النهائي، وانت بتلعب على بطوله. يعني النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يلعب على البطوله ال11 السنه دي ويوصل فاينل ويجيبها ان شاء الله.